السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد. اليوم 8 من ابريل 2021، ونحن مقبلون على اشهر الربيع. ها هي اشجار المانجو او ما نطلق عليها المانجا، تقوم باخراج هذه النورات المكونة من مجموعة ازهار. هذه الازهار يتم فيها التلقيح ثم الإخصاب ثم تتكون الثمرة، الثمرات اللي هي المانجو. أشجار المانجو من الأشجار مستديمة الخضرة بالطبع، لها مجموع جذري قوي جدا. وهذا الجذع اللي هو الساق لها جذع كذلك، لها جذع قوي. جميع أشجار الفاكهة كذلك. الجذع يتكون من 3 أفرع رئيسية، ثم إلى أفرع صغيرة، وهذه هي نورات التي تعطينا نباتات ثمار المانجو. وبالطبع أفضل أنواع المانجو تجود في الإسماعيلية ومدن القناة من حيث الأرض، يعني توافق الأرض والمناخ. ونوثق هذه الدقائق القليلة، نوثق فقط هذه شجيرات المانجو لمن لا يعرفها. هذه هي النورة، وهذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. وإن أعجبكم هذه الدقائق السريعة للتعريف بالمانجو، رجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. هذه بعض ملامح الريف المصري. اليوم 9 من إبريل 2021. الكل يتوجه إلى عمله. ما زلنا نتابع. هذه ثروتنا من الإنتاج الحيواني. ما زلنا نتابع. هذه ثروتنا من الإنتاج الحيواني. عن ملامح الريف المصري، عن ثروتنا من الإنتاج الحيواني. هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. وإن أعجبكم الفيديو، رجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. شكرا.